أنا أعتقد اليوم ملتقى العرب للابتكار في دورته الأولى يشكل بداية وانطلاقة قوية من دورة الإمارات وبالأخص من إمارة دبي، كون أن الابتكار اليوم أصبح دعامة رئيسية لكافة المؤسسات الحكومية وأيضا للقطاع الخاص من أجل تحفيز الطاقات البشرية، من أجل أيضا دعم الشباب المواطن في أنهم يطلعون بأفكار ومبادرات مبتكرة في النهاية تؤدي إلى تحسين وتطوير الخدمات، وبالتالي أيضا ترفع من تنافسية دولة الإمارات وحتى من تنافسية الوطن العربي. اليوم الوطن العربي يمكن مليء كثير من الكوادر البشرية المؤهلة الكفؤة المتعلمة المتدربة، وبالتالي ما ينقصنا هو وجود حاضنة للابتكار. فأعتقد اليوم اجتماعنا هذا في الملتقى ملتقى العرب للابتكار أعتقد هو أحد يعني الأسس المهمة اللي إن شاء الله نتمنى أن هذا الملتقى يتطور بشكل سنوي، وبالتالي تكون هناك في إضافات نوعية في الدورات القادمة. يمكن اليوم على مستوى دائرة جمارك دبي يمكن أحد الابتكارات المهمة عندنا مبادرة الممر الافتراضي، وكذلك العربة المخصصة لأصحاب الهمم وكبار الشخصيات، وكذلك طاولة التفتيش الذكية لتسهيل حركة المسافرين وتفتيش الأغراض التي بصحبتهم. أما بالنسبة للجهات الأخرى فأعتقد أنا شفت من ضمن الابتكارات المهمة مؤشر دبي للابتكار، وهذا أطلقت غرفة دبي، وهذا مؤشر أعتقد يضيف لدولة الإمارات، يضيف لإمارة دبي ويضعها على خارطة العالم في مجال الابتكار.